ساد شارع الشراونة في مدينة بعلبك هدوء مدون مشوب بالحذر. حي الشراونة الذي شهد إطلاق نار ليل الخميس أدى إلى مقتل شخصين، شهد انتشارا كثيفا للجيش اللبناني عند مداخله وفي شوارعه الضيقة التي غابت عنها الحركة كليا. وقد قام الجيش بحسب بعض المعلومات والأهالي بعدد من المداهمات بحثا عن مطلوبين. أنا فلت من الشراونة أنا وولادي لأنه في ضرب وفي قتل، بخاف، أنا بخاف على ولادي، دقولي قالوا لي كسروا لك بيتك الجيش، نحن ما خصنا، لأنه لو في دولة ما وصلت الشراوني لهون، لا وصل زعنان بالشراوني لهون. بيقدروا للي ما إله دخلي، نحن من مانا من هالبلد، نحن مانا لبنانية. الأحداث الأمنية الأخيرة التي وقعت بين سنة وشيعة تركت خوفا من توتر مذهبي وأرخت جوا ثقيلا في المدينة التي أجمع المواطنون والفعاليات فيها على أن الدولة غائبة ولا تضرب بيد من حديد. أحداث الأمنية اللي صارت مبارح من أهمال، أنا عندي بقول من أهمال الدولة، لأنه الدولة لما بتفرض حالها على الأرض بتنزل الجيش والأمن الداخلي بيحافظوا أمن الناس وأمن الناس المعطرة اللي ما خصها اللي عم تروح أرزاقها أو بيوتها. لا إجمالا أهل بعلبك مش مرتاحين، لا إجمالا نحن مش مرتاحين كل أهل بعلبك، يعني قلة الأمن منو عم ياخد دوره هون. بس فعاليات مدينة بعلبك التي تتكرر فيها الحوادث الأمنية تقول إن هناك مجموعات خارجة عن القانون بحوزتها سلاح وأجهزة غير مرخصة، وعليه واجب على الدولة أن تضع حدا وتفرض الأمن والنظام والقانون، وتجزم الفعاليات أن أحدا لا يضع غطاء على هذه المجموعات. نحن اللي بنطلبه كأهل مدينة وكأهل منطقة إنه هالأجهزة تاخد دورها، ما بيعود في ضل حدا، لا بيعود يقوس بالهواء ولا بيعود يعمل مشكلة ولا بشي. اليوم بغياب الدولة كل الناس عناتر، كل الناس، كل الأحزاب الوطنية، كل الأحزاب الموجودة على الساحة وعلمان البار قالوا للناس نحن ما أننا مغطيين حدا، نطلب من الدولة أن تاخد دورها. ونحن منقول كمان إذا في حدا مغطى تتفضل الدولة تقول نحن مش عم نتدخل لأنه في حدا مغطى لحتى نعرف نتصرف كأهل مدينة. ليس اللبنانيون فقط، إنما فلسطينيو المخيم المحاذي عبروا هم أيضا عن سخطهم وغضبهم لفقدان طفل فلسطيني برصاص مجهول المصدر. فعاليات مدينة بعلبك الذين يناشدون الدولة اللبنانية لكي تبسط سلطتها، إنما يقولون إن الدولة غائبة لأنه يحضر ويراد للمدينة شيء ما، ولكنهم يحذرون في الوقت عينه أنه إذا تجاهلت الدولة هذا المطلب فسيكون بعدها من الصعب ضبط الوضع إذا ما تأزم. من مدينة بعلبك منى صليبة، MTV.